هذا اليوم 12/9/2024 حوالي الساعة 6 صباحا وقع حادث مميت للمرور على مستوى الطريق الوطني رقم 3 إقليم بلدية الحجيرة ولاية تقرت. تمثل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية نوع هيونداي أكسنت وحافلة تعمل على خط جالما حسي مسعود. أسفر الحادث للأسف عن وفاة 7 أشخاص. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحجيرة فتحت تحقيقا حول الحادث.